السلام عليكم متابعي قناتنا كريم المعلوماتية، سعيد بعودتي إليكم من جديد رغم أنني أطيل عليكم كثيرا في تنزيل الفيديوهات. هذه المرة الفيديو راح يكون متابعة لسلسلة الفيفا، يعني حل مشاكلها ومراجعة لها من قبل، وسوف تكون لدينا سلسلة حول مهنة مدرب أو لاعب، أنتم من سوف تقررون. نبدأ في الموضوع دون الإطالة عليكم إخواني، نشغل اللعبة الآن. موضوع اليوم مفاجأة، الكثير يبحث عنها، كيفية إضافة التعليق العربي إلى فيفا 2022. نعمل تشغيل، ننتظر قليلا حين تفتح اللعبة معنا. نحاول نتكلم معكم اليوم باللغة العربية الفصحى خاوتي، كش ما نوصل لكم ربي إن شاء الله المعلومة. ننتظر اللعبة حتى تفتح معنا الآن، ولقد اليوم لقد عملنا لها أبديت، يعني تحديث جديد للعبة، سوف نراها مع بعض. نختار اللغة العربية هنا ونعمل أوكي، ننتظر قليلا ثم نفتح. إخواني، في الفيديو الماضي الذي نزلته لكم مراجعة لم ينل إعجاب كثير ومشاهدات كثيرة، لكن عملوا لنا يعني تحضر في الأخير على الأغاني الخاصة بلعبة الفيفا، والحمد لله تم المرور بنجاح، مرور كما نقول الكرام. الآن سوف ننزل تحديثات قوائم عبر الشبكة، يعني خاوتي بقى تقدر تلعب اونلاين، كاين قوائم ينزلوا اونلاين، لازم يكون عندك انترنت مليحه كما تعرفوا، باه تدير لكش لاك، باه تعود انت في بطوله مالك تتوقف لك، هذه هي مشاكل تاع الانترنت تاعنا، ولا يروح عليك انقطاع التيار الكهربائي. شوف خاوتي، اول شيء نروحوا لهنا للتخصيص، مش راح نطول عليكم خلاص، فوتوا هذه تسمى شرحتها لكم من قبل، اللي حاب يشوفها شوف الفيديو الماضي. نروحوا للتخصيص اخواني، من بعد ندخل هنا الى الاعدادات، ثم نذهب هنا الى إعدادات اللعبة. هنا إخواني نبدل حتى نصل إلى التعليق. نبدأ من هنا. اخوان نرى هنا نرجع الى خدم فقط، نرجع الى الصوت. عندما ترجعون الى الصوت اخواني، توجد هنا يقول لك اضغط على ار بي او ال بي حتى نغير هنا الصوت. ار بي ال بي، نحاولوا نديروا ار بي. هنا امامكم ترون اخواني التعليق انجليزي، احنا نختار التعليق العربي. ايوا ما فيهاش تعليق عربي، اي نو، يعني هنا في هذه الحاله راح نحمل لها تفعيل، تعطيل تفعيل. هذه اللغة التي سو هنا، وش يقول لك في الأسفل؟ يقول لك هذه اللغة التي سيتم التعليق بها خلال المباراة. احنا هنا خاوتي وش راح نديروا؟ تابعوني جيدا. يعني هنا كان غير اللغة الإنجليزية، لازم احنا نهبطوا له اللغة العربية. وكيف راح نجيبوا اللغة العربية ذي؟ كيف راح نجيبها؟ الناس بزاف محتارة كيف راح تكون اللغة العربية. اول شيء خاوتي ندخلوا البرنامج ستيم، انا راني حملتها بصح نعطيكم التعليق كيفاه تجيبوا اللغه العربيه، باه ما نتعطلش عليكم، درت كلش ليها. شوفوا خاوتي، تروحوا لهنا اللي عنده برنامج ستيم ولا عنده برنامج الاوريجين لعبه وانت كون، يعني راح تبقوا نفس التعليمات، تروحوا البروبريتي هنايا على الاخر، ومن بعد يكون تروحوا تحوسوا على الابديت وين تلقاو اللغه. هنا ما كانش، هنا لانجويش، هنا خاوتي راح تلقاوها انجلش كما هك، انتم راح تقلبوها اللغه العربيه. حوس 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 حتى تلقى اللغه العربيه. اذا ما لقيتيش خويا اللغه العربيه، اللعبه تاعك راهي مش مدعومه اللغه العربيه، وما تقدرش، مستحيل، غير لكن شريتيها من كاين اوروبيان كاين امريكان كاين الشرق الاوسط، كل واحد زي ما راه يشريها خاوتي، هذه النسخه المدفوعه ليسونسيال. بعد كي تخرجوا هكا تروحوا لهنا خاوتي تلقاوها ابديت، معناها تحديث ولا ميزاجور، نهضر لكم باللغات كامل تفهموني، تعملوا الابديت فيها حوالي 1.5 جيجا،
تربطوها في قضية تانية ربع ساعة ونص ساعة، أيا بعديك تكملوا خاوتي وكلش من البداية تديروا بلاي، أيا كي ديروا بلاي وش يصرى لكم. نخرجوا هكا نرجعوا شوية دوك تظهر معانا اللعبة ونروح نشوف كيفاه ولات اللعبة بالتعليق العربي. هاي واه راح تظهر معانا هناك شغل راح يلونسيها من برنامج اوريجين برك خالتي، مش يعني في الاوريجين هي. ها راح تفتح معانا اللعبة امامكم اللعبة فتحت معانا، والان ندخلوا ديريكت بلا ما نطولوا عليك ندخلوا لتشغيل اللعبة. نتبعوا خاوتي الشرح بدقة يعني بكل تفاصيل مرحلة بمرحلة حتى واحد ما يغلطوني ما يعرفش. خاوتي خليوا لي كومنتار تاعكم تعليقاتكم اللي تكون مليحة ان شاء الله، وراح نربي ان شاء الله نعاون الناس كامل. ندخلوا ديريكت مع الاول كما تشوفوا فيها جاتنا لغة عربية خيار الاولى. كذا كان شفاو في الفيديو الماضي تاع المراجعة كان جينا لغة الانجليزية، نديروا تخطي نفوتوا عادي كلش خاوتي. نتسنى خاوتي منكم الدعم، راني نحتاج منكم دعم كبير للقناة، راهي القناة راهي راجع في تخفيض كبير، وراح نبقى خاوتي دائما نساعدكم للاخير مالغري انتم راكم ماكمش قاعدين تدعموا فيا، بصح راح نبقى هنايا ديما نعاونكم. الان خاوتي نروحوا لهنا للتخصيص ونروحوا الاعدادات منا ومن بعديك نروحوا الاعدادات اللعبة. شوفوا خاوتي كيما البارح نبدلوا هكا حتى نروحوا للصوت. بعد كي تروحوا للصوت تضغطوا على ار بي، ار بي اللي يجيكم هنا ها هي لغه التعليق، ونشوفوا فيها تشوفوا فيها هنا لغه عربيه، وهنا معلق الخطوط الجانبيه تعطيل هذه ما كانش هذه بربي ان شاء الله مع الوقت نحاولوا كيف نريقلوها لكم خاوتي. الان نروح نجربوا بك خاوتي على السريع ما نطولوش عليكم نسمعوا ترى صوت المعلق برك ونخرجوا. هاي نروحوا اللاعب نروحوا هنا مهنه المدرب. ايه دي طول شوية هذه، حاب ندير مباراة كاكا برك على برا، هذه طول خالتي استنى نديرو حفظ الدقائق خروج دم حفظ برك، شوفك شو من قلت الماتش هذيكا، شو الاندية المحترفة هذي. كما قلت لكم خاوتي راني ما طولتش راني حاولت دخلت برك ليه باه نسمعوا التعليق مع بعض، نجربوا دركا نديروا ستار وندخلوا اللعب ونسمعوا التعليق خاوتي كيف يدخلها اسمعوا مليح. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. شوفوا برك خاوتي هذا الصوت كما راه تعرفوا راه الصوت هذا راه داير لي مشكله في القناه ديال المخالفات. في كل مكان الاجواء هنا مثاليه والطقس في منتهى الجمال بانتظار ضربه اللي دخلت نلعب اسس هنا غير ما تسمعوا التعليق. وكما هي العاده ساكون معكم فارس عوض من كابينه التعليق، واليوم نحن على الان البرصه راهي مع الباير خاوتي ما عرفت بدا ديال النتيجه نعطيك زينتر ولا تروح. ضجه كبيره تجعلنا في انتظار مواجهه ممتازه، نتمنى بان تشاهد متعه كبيره على ارضيه بيعتي فيها بمر نورمالمون خالتي. نكونوا سمعنا مع بعضنا وكما راكم شفتوا طلعنا التعليق العربي، وكش ما تحتاجوا خاوتي حاجه تقدروا تخليوها لي في لي كومونتير، وراح نكونوا ديما في المسابقه تاعنا احسن تعليق راح نديروا له دعم في لي فيديو القادمين ان شاء الله. احسن تعليق نعاد نذكركم راح نديروا له كابتير ونحطوه في الفيديوهات تاعنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.